تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة توافق الأبراج مع بعضها، ووصلنا لعند مولود برج الدلو إذا كان طالع وحمل أو إذا كان القمر ببرج الحمل لما خلق هيدا المولود. هيدا المولود عم بفكر بانتماء مهني جديد وعم بحضر لخطوة جديدة، بالإضافة كمان لمواجهة قانونية رح تتبدل فيها الظروف لصالحه بالمرحلة القريبة، ورح تكتر عملية أسفاره أو مشاريع سفر بانتظاره، وكمان بالإضافة كمان لعدة خيارات مهنية بانتظار هيدا المولود إذا كان خلقان بساعة الحمل أو حتى إذا كان قمره ببرج الحمل. تضلكم بألف خير، وباي باي.